سعاد بيطار، مساء الخير سعاد. مساء النور. انت لبنانية؟ انا لبنانية وجوزي هندي. هندي؟ هندي. هو صار له زمان ساكن بلبنان؟ 20 سنة. 20 سنة بلبنان. يعني لبناني؟ لبناني. بس ما ناقصه جنسية ليصير لبناني، بس هو لبناني. شو اجى اشتغل بلبنان؟ كان يشتغل بالصيانة، كل شيء بالمدرسة. بيشتغل بالمدرسة، صيانة بالمدرسة. كيف تعرفت عليه؟ بالمدرسة. كيف تعرفت عليه بالمدرسة؟ شفتوا الناس أصحابي بيشتغلوا معه، وصرت أتردد لعنده على المدرسة وحبينا بعض. ترددت عليه على المدرسة ودغري حبيتيه؟ ايه، من أول نظرة. بدها جرأة منك أو منه؟ مني. منك أنت؟ ايه. مين عمل أول خطوة؟ أنا طحشت. ايه، بعترف. أخذت المبادرة؟ أبدا. شلت كل شيء، فوارق والعوائق وكل شيء شلتيه من راسك؟ ودارت أنا وياه، مش الحال، كسرت كل شيء وشلنا الفاصل العنصرية بين بعضنا دغري. هيك؟ ايه دغري. ما فكرتي بأنه في عوائق، في اختلافات ممكن تشكل، ممكن بمجتمع تكون عليها صعبة أنه تستمر؟ أنا من النوع اللي ما بضرب حساب ولا أي شيء، إذا شغلي براسي بدي أعمله. أهلك شو قالوا؟ ما عندي مشكلة، أعرضوا بس ما عندي مشكلة، أخذت القرار بعدين دقيت لهم. شو قالوا لك؟ قالوا لي إنه ما لقيت شاب لبناني، قلت له لا، لقيته بالهندي ما لقيته باللبناني. شو اسمه؟ بول. صار لك كم سنة مجوزة؟ 8. 8 سنين؟ ايه. عندك أولاد؟ ايه، صبي وبنت، ياسمين وجيمي. بول شو؟ سينج. استقبلوا معي بول وياسمين وجيمي سينج. بول وياسمين وجيمي سينج، مساء الخير، تفضلوا. يلا. بول، قالت هي انه الاعجاب كان من اول نظره. انت شو استعملت اساليب مشان توقع على سعاد؟ حكيت كم كلمه للجرام هيك. نظرته وماشي الحال. شو قلت اول شيء؟ قلت معقول علاقه تنجح وتزبط؟ هلا اكيد انا شخص اجنبي، خفت اول مره. ليه خفت؟ من شو خفت؟ بخاف انه عم بحكي مع بنت لبنانيه بركي ما قبلت، وجرب تحكي وماشي الحال، ما عصبت وما ما شفته انه رد فعل او هيك. شو قلت لها اول كلمه؟ اي لاف يو. دغري هيك؟ قلت لها اي لاف يو او بحبك؟ لا بحبك. حبيتوا بعض ومشي هالترين؟ مشي الحال. انا قلت لها اهلك معك؟ قالت لي قرار لإلي، انا مني بنت صغيره، انا بحبك وانا بدي اتجوزك. انت لما خبرت اهلك بدك تتجوز لبنانيه شو قالوا لك؟ اهلي؟ ايه. هلا اهلي امي ما عندها مشكله، قلت لي انت حر، بس بي شوي كان عنده مشكله انه كيف انت بدك تعيش برا، الكاركتر تبع غير من لبنان. واخر بعد فتره قال لي خلص قرار لك، منك صغير انت حر. اليوم المجتمع كيف ينظر لهيك قصه حب؟ هلا مش الاستغراب بس بالمجتمع اللبناني، بتصير المجتمع اللي الاجانب اللي بلبنان كان مين بيستغرب. ليه؟ يعني ما بتعلق بس على لبنان. ليه؟ انه معقوله مره هندي مره لبنانيه تاخد هندي؟ ما بتزبط معه. وين المشكل؟ هن بالنسبه لهم في مشكل انه ما بتزبط معهم، بس انا شو اللي ما بيزبط؟ كسرت القاعده. كسرت القاعده سعاد. هلا هو مشكله لوين؟ لانه هندي اجنبي جاي يشتغل بالبلد هون، قد ايه معاشه؟ هلا هو مش كل شيء مصاري، بس ما عنده اشياء لقدر تحكي مع البنت اللبنانيه، لان البنت اللبنانيه عندها في طلبات، بدها بيت وبدها سياره. الهندي مش قدر لبي لها كل شيء. هلا مش كل اللبنانيات هيك ليك سعاد؟ لا هلا ايه مزبوط، بس هلا يمكن البنت اللبنانيه اذا بدها تاخذ لبناني، اذا ما عنده القدره انه يعيشها مثل ما عايشه عندها لما بتتجوز. عذرا على السؤال، من بعد ما تجوزت لسعاد غيرت شغلك؟ لا شغلي هي ذاته بقى، بس زدت شوي. زدنا شوي. جيمي قد ايه عمرك؟ 7. وياسمين قد ايه عمرك؟ 5. جيمي بتحب تروح على الهند؟ بتحب تروح على الهند؟ انت لبناني او هندي؟ هندي.
سعاد يوم اكيد هندي مثل والده، ولكن امه لبنانيه. منا غصه بقلبك انه منك قادره تعطيه كمان يفتخر بالجنسيه الهنديه ويفتخر ايضا بجنسيته اللبنانيه لانه امه لبنانيه؟ لا اكيد، يعني هيدا حق، هيدا حق كل مراه لبنانيه، كل أكيد. ام لبنانيه، يعني بغض النظر عن الحسابات السياسيه التافهه، انه الام اللبنانيه تقدر تعطي ايضا جنسيه لاولادها اللي كبروا واللي بعيشوا بلبنان. يعني هيدا اقل شيء انه نطلبه بلبنان، لانه انا مثلا هلا ابني اذا بكره بده يتخصص ضل بلبنان، إذا ما معه الجنسية بالدولة ما بيقدر يتخصص ولا البنت. يعني إن شاء الله صرختكم وصرختك بتوصل الليلة، وتحية لقصة حبكم، يعني كل الاختلافات العرقية الدينية الطبقية كسرتوا كل شيء، وكان الحب أقوى من كل شيء، أقوى من كل شيء. إن شاء الله يضل هيك. تحية لكم وشكرا لحضوركم الليلة. ميرسي. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.